السلام عليكم، كيفكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تحضيرات رمضان، عايزين نشتري بقى كام طاسة، بس تكون حاجة كويسة. شوفوا الطاسة حتى لو غالية اشتروها غالية ونوعية حلوة، خدوها 5 أضعاف السعر اللي انتوا بتشوفوه العادي، مش مشكلة، لأنها حاجة حلوة بتعيش ومش هتطلع لنا سموم في الأكل. ده مهم قوي. أنا ماي فيفوريت طبعا، يعني اللي بحبها قوي النوعية دي اللي هي ستانلس ستيل، بس بتكون تقيلة. شوفوا الغطا بتاعها تقيل قوي ازاي، ما شاء الله، هي نفسها تقيلة قوي. دي بتعيش فيري جود وحلوة قوي، بس هي عندها طبعا مشكلة ان انا ما اقدرش اعمل فيها مثلا بانكيك، اعمل فيها فطاير، العيش مش قوي سام تايم يظبط، يعني دايما بتحتاج مادة دهنية، لكن في الطبخ بيرفكت، في الطبخ حلوة قوي، لازم تكون تقيلة. اوكي، وبيبان قوي ان نوعيه المعدن فيها انه حلو، كل حاجه فيها كويسه وسيف، يكتبوا عليها نون توكسيك، ما فيهاش اي سموم ولا حاجه، فدي بتكون حلوه. ودي حلوه اطبخ بيها فيها كل الخضار بقى، شويه زيت زيتون واعملوا احلى خضار فيها واحلى فراخ وكل حاجه فيها. اوكي، عايزين نشوف بقى اللي هي النون ستيك اللي مش بتلزق، عشان لو عاوزه اعمل اللي اسمها ايه دي، فطاير صغيره، عاوزين نعمل القطايف، كل الحاجات دي محتاجين للاسف نون ستيك. بس خلينا نشوف في نون ستيك حلو ولا لا. شوفوا اول واحده دي الماركه دي مشهوره لحد ما، بيطلع لها اعلانات كتيره قوي. شوفي توكسين فري، او دي الكلمه اللي مكتوبه عليها، ما يعني ما بتطلع لناش سموم في الاكل حتى لو اتجرحت المفروض يعني، ومكتوب عليها دايما هتكون فري اوف PFAS وPFOA واللاد والكادميوم، كل المعادن دي، كل المواد دي الكوتد اللي كانوا بيحطوها زمان دي مش موجودة فيها. حلوة إلى حد ما، هما اتنين مع بعض تقيلة، يعني تقال دول ما بيحرقوش الحاجات، بيرفكت بيرفكت لكل حاجة. معقول لو سعرها كويس الاتنين ب$40. شوف نوع تاني، شوفوا بقى النوع ده، هما كاتبين عليها هنا انها نون ستيك الومنيوم 12 انش كل حاجه، بس ما فيش بقى انها توكسين فري ولا اي حاجه من الكلام دوت، وحاجه كويسه ومش بتلزق وكله، وسعرها ب 15 $15 الكبيره دي، بس هي خفيفه طبعا مش تقيله، وما عليهاش اي حاجه تقول ان هي ما بتطلعش سموم، فطبعا انسوها. تحتها بقى على طول اصغر منها في الحجم دي، بس لوحدها ب$40. شوفوا واحده بس، كمان واحده تقيله جدا دي اول حاجه. الماركه دي كويسه اللي هي اسمها الجرين، ماركه جرين، وكل الحاجات فيها اللي احنا حكينا عليها قبل كده اللي المفروض ما تبقاش موجوده في الطاسه، يعني مش موجوده فيها الحمد لله، ما فيهاش اي سموم بتطلع ولا يطلع لك منها ابخره، لان الحاجات اتحرقت فيها المواد اللي هم عملوا بيها طلاق للطاسه ولا اي حاجه. اتس جود كواليتي، حلوه، معلش هي اغلاهم يعني، التانيين الاتنين التانيين قلنا 2 ب40. اوكي، دي المتوسطه بتاعتهم لوحدها ب40، اتس اوكي اجيب حاجه غاليه حلوه ما فيهاش سموم. التانيين مش وحشين الاتنين، لان برده ما فيهمش ماده سامه، ماشي حالهم، بس دي اتقل شويه، وانا بعرف ماركت جرين دي حلوه، عندي حاجه منها قبل كده، فدي كويسه نشتريها ونتوكل على الله. يلا سلام. يعني مستوية، بحط معاه مية اللبن جوز الهند، او اجيب جوز الهند وانقعه في مية من بالليل، يعني كوباية جوز هند وحط عليها كوباية مية وانقعها واستعملها كلبن جوز هند، وشوية من الزنجبيل قطعته وحطيته عليها، وقليل من الليمون، وهشوفه احلى عصير. بوعدكم باحلى عصير هتشربوه في حياتكم. الحلو فيه انه ما فيهوش سكر، ما بحطش، محتاجش عسل، رائع للحساسيه والكحه ومشاكل الصدر كلها. اوكي، والناس اللي عندهم بلغم بيشتغل حلو قوي، لو ما كانش عندكم حساسيه من الاناناس او الباينابل. اوكي، انا هحتاج جوز الهند المبشور، باخده كوبايه منه وكوباية مية وانقعه فيها من بالليل عشان اعمله تاني يوم تحفة. اوكي، او انا بالنسبة لي عملته ده
الكوكونات ميلك، حليب الكوكونات او حليب جوز الهند. ده حلو قوي. هقطع الاناناس، بس استنى لما تكون لونها كده بيج حلو. شوفوا دي خضرة، انا بجيبها واسيبها حوالي اسبوع مثلا او 5 ايام لحد ما لونها شوية يغمق. اوكي بتطلع احسن كتير قوي. اوكي حطيت الاناناس مع جوز الهند، وبعدين قطعة من الزنجبيل بالظبط الحجم ده. الحجم ده احنا قلنا دايما نشتري الزنجبيل الصغير الحجم ده. هقشرها واحطها فيه واعمل العصير التحفة ده، رائع فعلا. بسم الله. هو ده قريب من الباينا كولادا، بس طبعا باينا كولادا ليها خطوات كتيرة بيستعملوا فيها لو هي حقيقية الجوز الهند الطازج. بالنسبة لي أنا منال طبعا عارفين هرش رشة خفيفة من شطة الكيان وبس كده. يلا اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.